السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الأعزاء على منبر ساقي وادي الذهب 1884. محييكم كاملين ومحيي صاحب المبادرة الأستاذ المحترم الداهم المكي اللي مثلا اقترح هذا الموضوع، فياك يبدأ نقاش ويسترجع هذا المنبر اللي أنا جديد عليه، يسترجع بريقه كيف قال الأستاذ حسن البارح ولا البارحة الأولى، ويسترجع المواضيع اللي كان يناقش فيها واللي كانت فيها الفائدة. وقع اختيار الأستاذ الداهي على موضوع أحداث إكديميزي، هي قال أحداث معروفة، ذاك اللي خلق فيها معروف عند قدر من الناس، يعني هو اختار ذا الاختيار نظرا للتجربة الشخصية اللي خاضها العبد المذنب في ذاك الملف من أواسطه تقريبا إلى نهاية التفكيك للأسف. وهي مساهمة في نقاش هذا الموضوع، يقال المساهمة يجب أن تكون مسؤولة، لأن المساهمة المسؤولة تحقق أهدافها. نقدر يعني نعطوه قدر من الحقائق على هذه الأحداث، ما قد تسمعها حد ولا قد ناقشت على مستوى الإعلام، ولأنها صادرة من حد حاضر للرواية ودارسها من عدة جوانب. والإعلام دائما كيف قلت مرة ماضية ما يعطيك كل شيء، تشوف أنت اللي حاضر للميدان يقد مثلا حاضر صار الميدان من باب مراكز القرار، يقد لا يعطيك فيها شوي بعد قد يفيد. بالنسبة لهذا الموضوع صراحة هذه قضية أكاديميزيك، موضوع مأساوي مأساوي صراحة للأطراف كاملة، لا للناس اللي مشات ضحايا سقطت خلال ذيك الصبحايا من يوم 8 نوفمبر 2010 من درك قوات مساعدة وجيش الشرطة ووقاية مدنية قدر 11 بشكل رسمي. ونقدر نأكد في إطار الجديد، في إطار الشيء اللي تقعد ما قد سمعته، لأنها تقعد أكثر من 11، أكثر من 11 رجاج من القوات العمومية مشات ضحية لذاك. فيها واحدين ما نذكروا الأسباب، ما زلنا نناقشهم بعد لأنه خارج حقائق يقد يعود لم ينضج الوقت بعد لتوضيحها. والله بالحسارية ما فادعتها المحسوبة، قالوا الناس غير خالقة، تقعد أكثر من 11 شخص في القوات العمومية في الوقت اللي ينحسب ذيك الصبحايا بعد. يعني ماني بتكلم عن نهار 16 أكتوبر، تكلم عن ذيك الصبحايا لم يسجل أي ضحية في من مدني في عملية مع عملية التفكيك. يعني باش ما نطول ليتم نخلي اوديو بغوديو. قلت المخيم انا مالي نطول في قصته، يعني نحاول لا نختصر فيها لان الناس كامله كيف قلت عارفه الموضوع. يقال هي عمليه خروج المخيم هذا قامت بها قريب من 28 شخص، فيهم 5 اصدقائي الشخصيين اللي كانوا من اللجنه التنظيميه، اصدقائي شخصيين كنت معاهم في ميادين ثانيه. ولهذا الأساس ممكن تعد عندي قدر من الحقائق فيه. هذه الناس جات للبلدين قالوا الولاية، حد راهم اللي حد ما كان في فم قد ما يعطيك ياسم الأخبار، وحد يقول على المطالب المخيم ما كانت مطالب اجتماعية، ذاك معناها إنه ما حضر المخيم. باش نعودوا، يقال رتكب على الملف من الجهات كاملة، ركب عليه المغرب وركبت عليه الجزائر ركبت عليه البوليساريو يا للأسف. المهم قلت عنها 28 شخص اتصلوا بالولاية، فيهم واحدين تقريبا 10 كيفهم جايين من المخيم، فيهم 3 جايين عودة تلبية للنداء الملكي السامي إن الوطن غفور رحيم، وفيهم واحد هاو اللي جايين كانوا أصلا في العيون وكانوا مسكان العيون، لا مشاو نظرا لبعض المشاكل كانت عندهم، التحقوا بالمخيم عقب ذاك رجعوا.
مهم باختصار يطالبوا بشي ينقالوا الكارتير، كارتير بطاقة الإنعاشي. خالق كاتب عام فم في الولاية قال له ما عندي كارتية ما عندي كذا، قال له واحد من المعايل احنا ما لنا جايين نسعى عندك انت، احنا بغينا الدولة تعطينا. والله رانا قالوا له نمشوا نبنو قال له قاطينا برا نعيشوا حياة البداوة. قال له مشي سير في حالك. فعلا النهار الثاني قيمتك 28 رقاش قدر 4 و3 تقريبا ولا 5، وبناو خيام في المخيم قديم يزيك اللي معروف نسبة إلى يقول عنها قبيلة أمازيغية فمن قالها إداوزيك، كانت ساكنة سابق الفترة الإسلامية اللي عاشها البشر في الصحراء، قبيلة من قبائل صنهاجة كانت ساكنة من قالها إداوزيك. المهم أعطاه ذاك تقريبا 14 يوم وقبل يعلم بهم والي المنطقة ينقالوا جلموس محمد جلموس، وطلب واحد منهم يجوه ولا بغاو يجوه عقب قاسهم. منين قاسهم وطلع على الوضع هي عات 40 خيمة تقريبا، راهي تقانات الناس عات 178 واحد. منين طلع على الوضع هو والي لابد له يأمن شوي لأنه شاف الملف عنه ما هو اللي زايد، قال لهم أعطوني منكم 5، هذا راهو يوم السبت، قال لهم أعطوني منكم 5 يجوني يوم الاثنين يلتحقوا بيا ونشوفوا اللي نعدلوا فيه نشوفوا الحل. ثم تعرفوا عادة المسؤولين ما يبغي يعطيك يخلي لك الكلام عام وتوه، ما يعطيك شي ذاك وفريد ما يعطيك غير لا يعطيك وعود إلين يتصل هو بالإدارة المركزية وشوف تشوف شنو يتعدل معاه. المهم باختصار نحاول كاني نختصر، قاسوا هذوك الخمسة يوم الاثنين قال لهم أنا عندي لكم الله 40 كارتية، 40 كارتية اللي تنقسم على 178 رقاش، ديروا العود قال لهم بيناتكم، واللي جاهد عود قالوا احنا ما يمكن إذا قديت تلحقها نص نص 178 نص باش بعد كلها يعود راضي بحظه نقبلوها، إذا عاد تعطينا 40 كارتية ما. أو قال لهم لا عندي لكم، قالوا له لا ذاك لا ذا عندك احنا زاد، قالوا له قايسين. أو قال لهم مثلا قال لهم أعلمها بخيركم أركبوه وكلامهم. فعلا منين قيمة التراكي نادات، هاي التراكي نادات الناس طلسوا إشاعة في الدشرة مع الله قال لحقت السمارة ولحقت بوجدور طرفاية وذيك النواحي، قالوا راهي الولاية اللي تعطي دار وكارتية اللي بنى خيمته في قديميزي. وانتم ما تعرفوا مستوى تأثير الإشاعة على المواطن الصحراوي البسيط، قيم اللي بوه واللي بلبو مع الله قال تم تسجيل حالات فم واحدين قاع معهم من الصحراء جاي من خريبقة وجاي من دخلوا همت إياه على اساس انهم يعرفطنوا لهم المعايل وعقبوا راقوهم. ابتدات المسائل مطالب اجتماعيه وطات في ذاك 14 يوم، عقب ذاك صعدت بها قدر من الاجهزه ورسلوا اصحابهم. ذاك الشخص اللي قالوا نعمل اصفاري دخل مع ذو الناس وجمع معهم وقالوا له شوف بغيت تدخل ما عندك اي مشكله كصحراوي تطالب بحق اجتماعي سكن وتشغيل، حنا هون رانا ما بغينا، قالوا له لا راية مغربية ولا راية للصحراء، ما بغينا شي هون يرفرف فيها صار، احنا صادقين في مطالبنا ولا بغينا حتى يركب ملفنا، انتم عييتونا بالمشاكل نقصوا الدشرة بيكم، احنا ما المغرب ما بينا معاه مشكل سياسي، والله يجعله الله يجعله هو البوليساريو يفوتوا قرن مشكلتهم، احنا مشكلتنا اجتماعية هذا راي حقيقة مثلا ما فيها الكذب ولا قصدي انا فيها النجي. هذه اشخاص قالوا لهم قد نسمي لكم اساميهم، المغرب والبوليساريو بينهم مشكل سياسي داك الشيء يعنيهم يشكوهم بيناتهم، احنا مطالبنا مدنيه اجتماعيه سكن وتشغيل، والسكن او سابق التشغيل عش نقعدوا فيه سابق التشغيل. او تو هذاك منين صار تكبر الملف دوك الخمسه اللي قلت لكم اصدقائي كل شخص اتصل به مسؤول من البوليساريو من قبيلته اتصل به عبر الهاتف وحمجاه وعباه تلاه هو كذا وتلاه هو كذا، وتعرفوا الجهل ممكن انا جاي نشحن بالعجله من يتصل بك وزير ولا مسؤول يقول لك يقول لك انا اتصل بيا وزير الدفاع، انا اتصل بيا كذا اتصل بيا فلان مسؤول كذا، يقول لك هاي بيقتاش وترك الشباب مساكين ومشاو مع الخطه، غير الخطه ان قال لهم الفوق الفوق لا تموا هذيك المطالب الاجتماعيه
إلين يكثر المخيم وتكثر الناس وتكثر الخيام، ديك الساعة نعطيكم إشارة عند ساعة الصفر، وبالتالي تطور الوضع. أجهزة الأمن المغربية عندها تليفونات لجنة المخيم هذه، عندها تليفوناتها كاملين، قاعدة تتصلوا بهم قاع في إطار جولات الحوار اللي عدت السلطات المحلية والمركزية معهم في فيوم الواد وفي مقر ولاية العيون، عندهم تليفوناتهم. وبالتالي المغرب دولة عريقة وجهاز أمنها متين، وعندها وسائل استخباراتها، وسائل استعلاماتها، تتنصت على المكالمات، وعندهم الواتساب وعندهم ذاك كامل عارفين. ومثلا ما أدرك ليه شيء، حست السلطات إعلان فم شيء يطبخ فوق إرادة حتى اللجنة التنفيذية هذه، لجنة المخيم هذا، وبالتالي اضطرت أنها تحاول أنها تتدخل. عيطوا لهم والتاوي مثلا تاعت السلطات تقول لهم حنا إله أنتم هذا 28 واحد، إله نعطوكم اللي نعطوه قائد واللي نعطوه كذا واللي نعطوه كذا، ونحاولوا كان نعطوا تقريبا 1000 ولا 2000 كارطية للناس، وتوه نوفوا. قال لهم الثاني يبدأ، لأنهم تلقاوا مكالمات فيها نوع من التحمجي من مسؤولين الشرق وكذا، وقالوا لهم ما راه الله قال لهم مثل، قالوا لهم راهي فالق الدبابات، واحدين راهو فات الحق زمرة الدبش جاي ساحل السمار، واحد ثاني راهو في راهم فدرة، ان قال فدرة مقراج راهي حد يعرفها، راهي شرق عرارين بكرة هذوك الفوسفات راهي يهم. قالوا مكمبين اللائحة والتعليمات، انتم سكنوا وثبتوا وخلوا المخيم يكثروا خيامه، تعود تقريبا قريب من 8200 خيمه، يعني اذا حسبناها ضربناها عندها في ثلاثه اللي تعود تقريبا 25 الف رجاج. وبالتالي بالتالي جرى ما جرى من عمليات السيطره على عقول ديك اللجنه، مساكين ذاك الشباب الزين اللي راعي حاله وراك ما تمسول عنه حد، وهذه هي المشكله، هذا قاع هو لب القضيه، راهم وراك بقاو بالحبس، تم استغلالهم اعلاميا الين ذاك، وبالتالي راهم وراك هما يجنوا ثمار ما دبر لهم بليل من الاسف. فيهم خمسه اصدقائي ونعرف توجهاتهم، ما عندهم علاقه قاع بالسياسه، يمارسوا التجارة ويمارسوا تهريب هذا الهجرة السرية، ولا غادي لهم قاع في حد، ما هم قاع حاسبين المغرب خارج قاع في الصحراء، ولا حاسبين على البوليساريو خارج، مارسين حياتهم اليومية عادي بشكل عادي، وناس طيبين وناس بخيرت بهم، يا غير تم استدراجهم من طرف أشخاص ما يبغوا الخير لأهل الصحراء، ويبغوا لا إطالة أمد هذا النزاع، مستغلينهم فيه وراهم ضاعوا. نجو باش نختصر لأنه الملف معروف عند الناس كاملة، عملية تفكيك المخيم اللي قامت بها السلطات المحلية من جيش ودرك وقوات مساعدة ما كان، بدأت تقريبا الثالثة صباحا، بدأ الإعداد لها، وتمت وعدلت لها خطة مدروسة بإحكام، ووجدوا لها وسائلها اللوجستية خارجة قريرة قبلت المخيم، حد يعرف القديم قريرة لهري جعيدر، كان باو فيها قدر من القوات المساعدة. منين انشقوا فيه وتفاجئ الحال، هي التركة قامت تطلب من الطلسة اللي هي القوات مزقنا بيهم، خارجين وحدين رانكا وتات للأسف نيسانات وطيوطات، وشافوا والعسكر ذاك كان مبرك في ذيك القرارة، وقاموا قايسينهم بالسيارات وبجغوهم بالسيارات، مشاو واتين دخلوا ذاك القرارة وبجغوا ذيك الدمية مبركة فيهم، ورجعوا ليهم اللي مرت شطراس راجل المخيم، وذاك هو اللي طاحت فيه قدر من الأرواح للأسف، في إطار القوات العمومية ما عندهم سلاح ولا عندهم شيء، وتم تفكيك العملية، القوات ما عندها سلاح. نتحدى انا واحد يكذبني على ان القوات اللي عدت التدخل فيهم واحد عنده سلاح آلي،
باش تعرفوا عن نية التفكيك كانت نية سليمة في إطار لأنه الناس مدنيين. هذا صراحة مؤسف. منين ندخلوا كل الوتات ولاد حوت الأدمية اللي هم العسكر، تراجع العسكر قدر تقريبا 50 متر ولا ذاك، قامت قدر من التراكي وجرت شي من ديك العساكرية اللي 200 ولا مجاريح ودخلتهم لساء سويحة فم في المخيم رقيق فم. وراكم شفتوا صور الفيديو اللي يخبطوا بحجرة واللي يدقدقوا، يعني هذه بعد ما هي هذه ما هي أخلاق الصحراويين ولا هي طبيعتهم. هذا النوع من المسائل اللي عدت في حقوق الناس انا اعتبر مظاهر، مظاهرة سلمية نظاهر ونعبر عليها بطريقة سلمية. يقدروا يخبطوك الجيش ويخبطوك كذا، يا انت تبقى دائما بسلميتك لانك انت تعطي درس للاخرين وتعطي درس لوسائل الاعلام. ثانيا في اطار الاعلام هذا، انتم وفيتكم على نظريك ما خالك حد تصور للحدث، ما خالك حد تصور هذا الحدث، من صور هاي الصور اللي تشوفها راك على وسائل الاعلام من عطاها؟ ما خالك حد من المخيم من الهواة تصور بتليفون ولا شيء؟ يقع الفكرة التصوير بالتليفون راهي ما كانت خالق. إذا السلطات المحلية هي اللي صورت تقريبا 5 كاميرات صوروا، يعني من 5، واحدة من الهليكوبتر وواحدات من ذيك النواحي، من كل زاوية من المخيم. وابتدأ التصوير بكاميرات الرؤية الليلية من 3 صباحا كيف قلت لكم، وتم ذاك مصور كامل، والتصوير كامل هو تقريبا التصوير اللي فيه تفكيك المخيم اللي ابتدى من 6:45 صباحا، راهو فيه تقريبا 1:30، واللي نعطاكم منه انتم كمشاهدين 10 دقائق ولا 13 دقيقة. إذا اللي نعطاكم منه راهو تم اختياره بعناية، راهي ما نعطاتكم الحقيقة. انتم هاول تخرصوا الصور لم تعطاكم حقيقة ما جرى من قد التصوير اللي جرى. راهو عارفين الناس اللي ثبت قتلهم ذوك الجنود، راهم عارفين ذوك ترك ذوك عارفين ذوك العدل. يا غير بعد نقول يعني تقريبا 60% من معتقلي اكاديميزيك والله اللي ضحايا ابرياء ما عدلوا شي، ابرياء ما عدلوا شي ولا عندهم علاقة بجرائم القتل ابدا. ونطالب السلطات المحلية انها تعيد التحقيق في نطالب السلطات المحلية من خلال هذا المنبر المحترم أنها تعيد التحقيق فيها أشخاص ما لم يثبت، يعني بالدليل غير أنهم قتلوا حد والله سبوا الحد وبالتالي قبضوا أحكام، نقدروا نقدروا على أنها ما هي إعدامية غير 30 سنة ومؤبد وذاك ياسر ياسر على شاب صغير جديد مازال كان عنده مستقبل يقدر لا يعدل فيه ياسر ما هو في الحبس. سابق تفكيك المخيم بنهارين دخل هذا العبد المضرب في وساطة، بما أني عندي علاقة مع قدر من ذوك المجموعة اللي انقبضت، اتصل لي حد من مسؤول كبير صحراوي راهو في دار حق الله يتوفى يرحمه، وقال لي عدل لنا من الحال اللي نعدلوا اللقاء مع ذو الناس. أنا جاي قال من جهات عليا من الرباط جايب مقترح لذو الناس، وانت قال لي قديت تنسق لي لقاء مع ذو الناس. عقبت انا عدلت اتصالاتي حتى انا شخصيا مع الاشخاص اللي نعرف، وواحدين التهاو يرفضوا وواحدين قالوا بدا الى نسمعوا ذو الناس عندهم. هو فعلا جبته في سيارة عندي خاصة مدنية لانه هو مسؤول كانت عنده سيارة بالدولة، وجينا عدلنا الميعاد مغرباية فهمت تل المخيم في بليده فمين قالها الريزو، تنين الميعاد 7:30 مع المغرب، صلينا المغرب في العيون وتمينا جايين للناس. أجبرنا المجموعة هذيك فيها 12 واحد، المجموعة اللي قدر منهم محبوس دري. الراجل المسؤول هذا كان لابس دراعة يرحمه، فتحت النقاش قلت لهم هذا نقدم لكم فلان الفلاني، وراهو قال عنه فيما يدعي لأنه جاي من عند سلطات عليا في البلد من الرباط، ما هو قاعد جاي من العيون، جاي بتعليمات من الرباط، هو من العيون يعني جاي بتعليمات من الرباط اللي هي يعطيكم اقتراح لكم انتم اعبروا جهتكم فيها. فعلا تكلم هذاك الشخص الله يرحمه تقريبا قدر 25 دقيقة وتكلم متطرح وعطى ياسم الافكار، جاهم اللمحة التاريخية شوي
واعطاهم مقترحات، قال لهم اذا قدينا شوي هذا حل يحافظ على ماء الوجه بين الدوله بينكم انتم اذا قديتوا. وهم اللي الله يجزيهم بخير استمعوا به معان ذا الراجل، استمعوا به معان ولا قاطعوه. وتعجبت من عدم مقاطعتهم، لانهم هم ما هم قارين، ولا قاعد تجبروا النقاش ولا قاعد تجبروا الحوار. تعرف الا كيف حد قاعد على الطبله يقطع هذا حسك، سكتوني صمتوا. عقب تكلم واحد منهم قال له احنا ضريك جيتنا، قال له انت وهذا الطفل، قال له جيتونا متاخرين شوي، احنا الامر كان بيدينا. قال له جاه بالصراحه، قال له كان بيدينا يا غالي ضريك، ضروري نستوروا نعدل المشاورات مع ناس ثانيين. قالوا معنا فيهم اللي معنا هون، فينا اللي خاصنا نتلفن عليهم نشوفوا ايش يقولون. قالوا ما زازاك عارها، قالوا ما قلت عيب. كم قالوا تعطي كم تعطي؟ قالوا خلي لي غدا ان شاء الله مع العاشرة صباحا، رانا ارد عليكم ان شاء الله. فعلا من قيبت انا والراجل راجعين، اثر الراجل يرحمه كان فاتح تليفون وجهاز تليفون على مكالمة ثانية من الرباط، شخص كبير من الرباط، وكان يتكلم منين تكلم معه باللغة الفرنسية مثلا. قالوا شنو رأيك في اللي قالوا الناس وكذا، وحسوا يتكلم معه ذاك الشخص اللي من المسؤول الكبير. أنا ما أعرف منهم، يعني عارف منه باش ما نكذب. عقب قال لي أنا فلان شنو رأيك في ذا، قلت له لا واضح. قالوا لك الناس حالي الناس إلين يكملوا مشاوراتهم وتوفوا. ما بطينا قام عجلنا تقريبا ساعة عقب اللقاء هذا، هم قالوا العاشرة صباحا تلفن علي صديق لي من راه محبوس ضريك، الله يطلق سراحه إن شاء الله، نطلب بعد من الدولة عنها تعيد النظر في هذا الملف اللي ثابت عليه جرم بالقتل. ذاك حق مدني ما قد حد، يعني القتل ما إلى ما سامحوا أهل الضحية ما قد. يا غالي ما ثابت عليه شيء، المخيم قديم يزيك مأساة للجميع، ولا يعطينا نزيد مأساة مثلا باعتقال ولا حبس واحدين ياسر من أبرياء. نفتح صفحة جديدة ونخلو عن هذا الملف اللي هو صراحة أثر نفسيا، حتى خلى شرخ كبير في الصحراء وفي العلاقات الاجتماعية بين الناس. المهم قلت تلفن علي هذاك الشخص مسكين الله يطرس سراحه، قال لي قلت له صاحبك ذاك اللي جا معاك، نقول له القضية راهم الناس ما هم رادين عليه غدا، القضية وفات قاع من الزنا. الا قال مصدرنا من عندكم كان فلان سماه لي، فات حتى هو التليفون على محمد بن عبد البهاري شر. كيف الثاني، كيف الشخص المسؤول الله يرحمه اللي كان معدل مع شخص ثاني في الرباط ماني عارف منهم، الطفل الثاني كان فاتح تليفونه قال هو حسب يدعي الله اعلم ولد البهاري، قال له وليد فلان عيلو لي انا، وهذاك اللي معاه لا تصنتوا لهم لا تدخلوا لهم ليد، راهم ذا جايبي به لا الكذيب، وراهم المغاربه يكيدوا وعندهم لا المناورات، ورايك لا سكنوا على المطالب الاجتماعيه وسكنوا على ولا تسيسوا القضيه اللي نعطوكم ساعه صفر نعطوكم الامر. ايوا المغاربه يصنتوا عارفين عندهم مخابرات متينه ما قد حد ينكرها، وعرفوا عن القضية ما أدواها ما هو التفكيك. يا غير تم التفكيك ما طاح الضحية مدني، أنا نتكلم عن نهار التفكيك، وهذا راه شيء غريب. 8200 خيمة قريب من 25000 فرقاج من التركة ومن العلايات ومن الشيب ومن قال عليه، ما طاحت روح واحدة ونتحدى واحد يقول لي فلان مات، يعطيني لائحة. وخلي الدعايات اللي استغلت هذيك الساعة جابها آلاف القتلى وعشرات المفقودين والجرحى واللي زرقون في الواد ولا كذا، بقينا ما عرفنا من نصدق. احنا اللي حاضرين للمخيم، ولا في طار بعد الدعابة اللي ملبوسة ملبسة بالألم، خارجة طفلة مسكينة كانت في المخيم، راهي الدولة فتحت باب للي يبغى كارطية، الدار ما هي خارجة كارطية يقض يكرس خيمته ويقض يبغى كارطية، وفعلا عدلتها الناس، استغلها واحدين شيوخ وجابوا ولاد عمهم وجابوا قارب. عيطت انا للطفلة هذه جارتنا، قلت لها فلانة
عيط لها في التليفون. لا انا قلت لها تعالي دار، قلت لهم شي بيك شغل الولايه تاخذي كارتي، ما انا الله قال والله بعد لما رفرفت الزرايقه هون تيها، الى ما رفرفت الزرايقه هون ما تنقط يا مس الموت. انا قلت لها الزرايقه هذه رانا احنا اثرت فينا في التسعينات 98 و91 و88 وذاك كامل، وجبرنا عند ذاك دا الكذيب لا الدعايه ما انا الله قال انت قالت عويميل ومندس وكذا. عاقب ذاك من نهار منين فك تم تفكيك المخيم عيطت لي فلان، قالت لي الكويرطيه هذيك منين؟ قلت لها الجمل لم فمه ذيك فرصه انفتحت انت ما ورايح الى حد الساعه اظن عنها ما زالت ما هي مستفاده من ذيك. هذا قاعد مجيبه للمأساة اللي خلقت. كيف قلت الفيديو الحقيقي فيه مشاهد يندى لها الجبين، حاليا نعطيها لكم في الاوديو الثاني. قلت بالنسبة للفيديو الحقيقي اللي ما جرى ومازال عند السلطات المركزية، الفيديو راه منين نشوفه ولا كاش يعرف عند اللي خلق فيه شيء خطير جدا، ولو كان تنبثه بما هو عليه إذا خلقت حرب أهلية بيننا احنا وذاك المكون الثاني اللي في المغرب اللي نقول له احنا الشلوح، راهو شي ما يجد عليك اللي تشوفه. وراهو تم التصرف في ديك ساعتين من التصوير، ونزل قلت لك انت كمشاهد الا 10 دقائق يا غير المشاهد الحقيقيه اللي خلق راهو شافها الاتحاد الاوروبي شافها مولي ذاك عليه ما قد يتكلم، لان المشاهد قال انتم ياك بغيتوا ياك يا قلتوا عنده ناس سلميين وعندهم لا مطالب اجتماعيه وشوفوا النتيجه الا عرفونا راه 11 قتيل وقالها بشكل رسمي، هي 11 قتيل اكثر. ومزدت نقول الاسباب عاقب ذاك كيف قلت عن خارج الحقائق لم تنضج باش تنقال، مزات اللي تنقال بعدين قال لهم لا يخسرون، قال لهم اعطونا حد قط حد ما تفهم ما هو الناجم القارح ذاك اللي مات يوم 16 ونخبط مالي الله بعماره واحدين كانوا متراوغين مع وقته وجات خبطوا مسيكين جات في قلبه بيري الشير عنده 16 سنة، وأنا طالب بعد السلطات أنها تعوض هذا الطفل اللي بيري إلى عتمة ما تعوضتهم ما تعوضهم لأنها جريمة قتل عدلت السلطة تتحمل فيها المسؤولية، السلطة حتى هي تتحمل المسؤولية لأن خلات ذا يتكون قدامها فهم حسابات مالية غير مفهومة يا يعني مازال تنفهم. المهم لأن حقنا للدماء وحكمة من الدولة، وراه بعض واحدين من هنا قدموا يصنتوا لأن ما يعني كل يقول لك المثل اللي ما هو بالغزي رجيل، أنت مالك هون باش تعرف الوضع، أنت مالك في المنطقة، أنت بعيد وتجيك المعلومات اللي من بعيد وتجيك فيها المعلومات المضللة. الدولة قدمت خدمة كبيرة للناس من لين ما أعطتها النوع من المشاهد اللي داعش ما تعدلها، مشاهد داعش ما تعدلها، ولو كان شافوها المغاربة خلقت حرب أهلية كبيرة. إذا الدولة هون حكيمة والدولة عندها تاريخ وعندها وتشوف بعيد، هو اللي اخترت نقول في هذا الإطار، وراني بعد مستعد لأي سؤال يتعلق بذا الملف وأبعاده. تم استغلال الملف من طرف البوليساري، وش الزيت البوليساري ولا قيموا العياط كيف ياس من العياط قيموه ملفات ثانية خالق كهر مسكين ناس يسمو عندي يعني، قال أبو زيد كان حضر للمحاكمة وللإشارة محاكمة 31 جلسة اللي عدلت ما بين المحاكمة العسكرية والمحاكمات المدنية 31 جلسة، والمتهمين فيهم واحدين شكروا الهيئة المحكمة على عنها مثلا سعة صدرها، لأن الناس يطلبوهم مثلا وسائل إثبات ألا النفي ولا وسائل إثبات، هم شادين الأخبار السياسية لا بديل لا بديل وتؤتمين بديل لا بديل شزاتك لا بديل. واحد قال له أبو زيد عندي عنه قال هذا التركة معدل وقف احتجاجي قدام المحكمة، هذا التركة لا ماشي معاهم ولا ماشي معايا، ماني خارج قال لا ندخل معاهم الحبس ولا مش معايا، راهي مازال يسد في طار الدعايات اللي كانت تنقال. عاقب ذاك سبحان الله ب 4 شهور ولا 5 اتصل بيا شخص صديق لي
من ذوك المعايير من الحبس، من سجن سلا. اتصل بي على الهاتف قال لي فلان، انا قال لي واربعه معايا ذوك الخمسه اللي قلت لكم انا عني اصدقائي، انا وفلان وفلان وفلان، رانا بغينا نطلبوا عفو ملكي. احنا قال ما انا حاضرين، وهذه قاع البيقد ندخلنا الحبس، عرفنا عنا قاع تخلطنا مع دعوه، جاوا من واحدين سياسيين قالوا السياسه وزي. واحنا قاع انت قال تعرف الحال، هو قلت له انا راني نحاول نتوسط نحاول نشوف. عقبت انا اتصلت بذاك الشخص اللي مشى معايا الله يرحمه، لكن مسؤول الصحراوي اللي مشى معايا، اتصلت به قلت له راهم المعايل اللي راينا ليتنا ديك فيهم واحدين في الحبس، راهم قالوا عنهم باغيين مستعدين يكتبوا طلب عفو من جلالة الملك. قال لي اوكي اعطيني، قال لي نهار ولا ثاني رد عليه. النهار الثاني عقب النهار عيط لي قال لي فلان اتصل بقومك وقول لهم على ان هذا الشخص اللي قال اتصلت انا به قال خاص يعود طلب جماعي، مثلا ديك مجموعة كاملة 28 محبوسة تطلب بأساميها لأنها طالبة العفو الملكي، ودور إن شاء الله يخرج اللي ما هو كاتل اللي ما ثابت عليه القتل. ذاك هو قد الله منين اتصلت أنا بالشخص اللي محبوس قال لي هذا الناس، قال لي احنا قال لي ها المطلب، قال لي ها شرط مفقود، قال لي انا قال لي اخبارنا من السياسي، انا قال لي هم فاتني معاهم في الحبس ما نصطادوا معاهم ولا نار، ما تشوفنا قال في المحكمة قاعدين معاهم، راه ذاك التصوير مال احنا قال ندمنا قاعد قعدنا مع ندمنا على تخلطنا معاهم. وقعنا قال فخ كيف وقعوا قدر من الصحراويين في اسفل من الفخاخ، وبالتالي يا للاسف عقبت انا اتصلت بالراجل قلت له الناس قالوا عنهم كل شيء على قبل كراهه، هذا انا يعني اتكلم عن الخمسه اللي ابو قال لي اذا ما قد صح في الوقت الحالي. نتمنى بعد نتمنى عن السلطات المحليه تعيد اعاده النظر وتفحص تفتح صفحة جديدة، والمغرب دائما صاحب المبادرات، المغرب دائما يبادر بشي زين للصحراويين بعد اللي عنده في المنطقة، يعني ما نتكلم عن الثاني، إذا قد يبادر بشي يصقل به ذي الباقة ويفتح به إجراء إنساني. أنا نتكلم عن الناس اللي ما ثبت عليهم جرم، لأني حتى أنا مع الضحايا حتى هم عندهم عائلاتهم أو لا يصبحوا حد كاتل أنه يمرق، ومستعد بعد نقول أسامي ذوك الخمسة اللي صراحة ما عندهم علاقة بالقتل بعد. أيوة سمحوا لي حق الله على اللي طالع، راني طولت وراني مستعد لأي سؤال كيف قلت يتعلق بهذا الموضوع، يكون سؤال نشوف أنا شخصيا لأنه ما فات نضج الحال نعطي فيه حقائق، لأنه كيف حد مثلا حارث قرار أنت ما يمكن لك تحصد ما في التحرث، احنا وراك الان في اطار الحرث مثلا مازال خاص يجي الخريف ويجي يطيح السحاب وتجي مارسية قالوا الناس، وفهم معاك بذاك بدون نحصدوه في الصيف، يمكن يعني لك تطلب لي انا الزرع عليك في الخريف. يا مرحبا وسهلا، سمحوا لي حقر علي طالب.